أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات في حلقة جديدة نخصصها عن الصحفي حميد المهداوي بعنوان مدافع حميد المهداوي. الحقيقة حينما كنا صغارا كبرنا على أخبار الحرب العراقية والإيرانية والحروب الأفغانية وحرب تحرير الصحراء المغربية وكذلك الحروب الإسرائيلية العربية، وحفظنا أسماء كثيرا عن البلدان وعن أنواع المدافع. حفظت عن ظهر قلب مدافع هاوتزر ومدافع جي سيس ومدافع سوزانا سلوفاكيا ومدافع المدافع الشهيرة الفرنسية سيزار، كذلك مدافع نورا ب52 الصربية، وكذلك سمعنا أخبارا كثيرة عن مدافع أطوس الإسرائيلية. حتى تفاجئنا وسمعنا عن مدافع الصحفي حميد المهداوي التي حكم من أجلها وقضت المحكمة عليه ب3 سنوات سجنا نافذة. حقيقة لا أعرف مدافع المهداوي، هل هي طويلة المدى أم قصيرة المدى أم متوسطة، لكنني أعرف جيدا كتاب مدافع آية الله للصحفي والمؤرخ المصري حسنين هيكل عن الثورة الإيرانية ويعني عن مجرياتها، وكتب عنها ولكنه لم يعتقل، وكذلك كتاب وانطلقت المدافع وهو كتاب معروف عن الحروب المصرية من تأليف محمد عبد الحليم غزالة. لكن أخطر هذه المدافع كتاب مدافع غشت 31 يوما من سنة 1914 والتي غيرت وجه العالم، وهو عنوان من طبيعة الحال طويل من تأليف روبير ماسي وباربارا تشيمان، ويتحدث الكاتبان عن 31 يوما من سنة 1914 والتي غيرت وجه العالم بحيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قرار الاقتصادي والسياسي للعالم ككل. نفس الأمر عن كتاب مدافع الغروب 1944-1945 من السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وبعدها سيتحول الصراع إلى صراع بين قطبين، الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالمعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. لكن بعدما هدأت أوزار الحروب انطلقت مدافع السينما، ولم يكن الصحفي حميد المهداوي بطلا في هذه الأفلام، من بينهم طبيعة الحال الفيلم الشهير مدافع بيتاسي من بطولة فلورا روبنسون وجون ليتون وإخراج غويرمين جون، ثم مدافع نافارون، مدافع نافارون من فيلم من بطولة أنتوني كوين، ثم من نفس يعني بطولة أنتوني كوين الممثل الشهير مدافع سان سيباستيان، وتلت بعد ذلك مجموعة من الأفلام من بينها 44 مدفعا، ثم المدافع الكبرى، ثم فيلم مدافع الظلام عام 1962، ودخلت سينما الويسترن كذلك لتتحدث عن المدافع، وأشهرها فيلم المدافع والغضب.
ولم نقرأ ولم نسمع أن حميد المهداوي الصحفي كان مؤلفا أو مخرجا أو كاتب سيناريو أو حتى كومباس في هذه الأفلام. مدافع حميد المهداوي هي مدافع مغايرة تماما، هي مدافع للرأي وللقلم ولحرية التعبير من خلال كتاباته ومن خلال موقعه بديل. والسؤال الذي يحير، لماذا لا يتسع صدر الدولة المغربية ويضيق صدرها رغم أنها تجاده فقط مواطنا بقلم؟ أقول مواطنا بقلم، ماذا سيقول عنا العالم ونحن نزج بصحفيين لمدة 3 سنوات؟ من هذا المنبر أتوجه لجلالة الملك كقائد وملهم ينظر لكل المغاربة على أنهم أبناؤه، أتوجه إليه أن يعفو عن الصحفي حميد المهداوي وأن يطلق سراحه في أقرب وقت. ورجاؤنا لجلالة الملك كقائد ملهم وسياسي محنك ومثقف كبير أن يطلق سراح الصحفي حميد المهداوي ليعود إلى أولاده وأسرته. فيعني هذا التداخل في الكتابة وفي الإعلام يعني ترسمه مجموعة من الخطوط. يعني شخص مثل حميد المهداوي لن يؤثر على بلد يعني تعداده السكاني 40 مليون ويسير نحو طريق النمو. لذلك نتمنى أن تكون بادرة طيبة بإطلاقه حتى يعود إلى أسرته. وإلى لقاء آخر، كان معكم عبد الله الساورة، ويتجدد لقاؤنا في لقاءات متعددة بحول الله. كل التقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.